تعمر فينا بلادنا غزة بتعمر بيد ولادنا غزة بتعمر فينا بلادنا غزة بتعمر بيد ولادنا هبي بيوت كتير وبكره العدو بيهدمها بدي كتير بنيان وبكره الحارب تيجي تهاجمها اعطيك كمان بنيان غزة عنوان لمكان لان عدام الاتزان فالبنيان مخلخلة رجع حنظلة غزة مهزهزة بالحجارة غزة هات على نارة بالصور معززة اشعلها انتفاضة لما تهدى والبيت مهدوم حتبدأ عشان ندوب حيعود بالبلد يقوم انا بعمل راب من 2004 الثقافة كانت موجودة في فلسطين بشكل عام من يوم ما بدت حاجة اسمها انتفاضة لانه اصلا ثقافه الهيب هوب هي ثقافه علشان الناس تعبر عن نفسها عن مشاكلها اليد بتشد على المقلع بتشن حر بالحجر بالاقلع حجر المقلع راس مرايه نصر قول انت منصور لصاص المصبوغ مغلوب انت نصر بيتر مكتوب مع القدر المنظور بالفور وعد بعد مع جيش عتد مدروسي زارع حكم مدسوسي لنصر امي محبوسي قطاع غزه اذا بدنا ناثر بياثر بشكل ايجابي وبشكل سلبي على الناس اللي بتعمل راب خلينا نحكي اول شيء بشكل ايجابي هان أرض خصبة إنه الواحد يحكي عن كتير مواضيع في كتير مجالات على المستوى السياسي إحنا في عنا مشاكل على المستوى الاجتماعي في عنا مشاكل على المستوى الإقليمي أيضا في ثورات قاعدة بتصير وصار في حاجة شاملة الكل في نفس الوقت علشان موجودين في وطن يبحث لسه عن دولته ويبحث عن إنه يأسس بنيته التحتية فعلشان هيك بتلاقي الناس اللي بتعمل راب واللي بتعمل موسيقى موجودين على الرف مع انهم لازم يكونوا من الناس اللي بتعمل توعية وبتعمل حشد تعبئة للمجتمع بس محطوطين على الرف لانه فيش ناس منتبه انه الناس هدول ممكن يعملوا اشي كتير كويس ووصلوا رسائل لقيت في اقبال من الشباب اولا بعدين صار في اقبال من الوسط العالمي والمؤسسات كمان بشكل خاص انه يصير هذا يعبر عن قضية فلسطين بشكل كامل اولا انها جريئة وبعدين لانها واضحه ومباشره وبكون هذا اسلوب عالمي وكل العالم بيعرفه بالنسبه لي من يوم ما بديت الموسيقى اشتغلت اول شيء مع صديق اسمه محمد القبلاني بعدين محمد القبلاني وقف الموسيقى اشتغلت مع شاب اسمه سام كخيت في فريق اسمه دي اي بعدين كوننا درج تيم هي اللي كانت المحطه اللي كانت طويله 5 سنين منها عملنا 3 ألبومات وعملنا تور في اوروبا وكمان خدنا فرصه نحن نكون موجودين في سوريا وفي مخيم الفلسطينيين هناك اسمه النيرب بعد ما رجعنا على غزة قررت ان انا اكمل طريق لحالي لانه درجتي قررت انه تاخذ نهج اخر فما اتفقناش على الموضوع هذا وعلشان بعمل راب باللغة العربية يمكن دائما بكون الصوت بيوصل اسرع للعرب اولا صار في وقت انه الواحد لازم يبعث رسالة انترناشنال صار وقت انه يعمل واحد ملتي لانجوج في الموضوع علشان هيك كان في تجربة كتير مثيرة في موسيقى الراب بالنسبة لي إن أنا أشتغل مع أحمد رزق ضمن فريق جايبو اللي أنتج لنا فيديو كليب اسمه The Mystery وكان بيحكي عن مناصرة القافلة المناصرين اللي جاي على قطاع غزة اللي منعوها بنحكي لهم إنه استمروا في الكلام هذا وتوصلوا رسالتكم ورسالتكم واصلة لقطاع غزة وإحنا كمان بنشد على إيديكم القافلة ترفع رايتي ورايتي وقودي يقود حق قافلة وقود حق مقاومة كاسر القيود فش مقارنة الصمود فش معارضة عمود هي مقامرة حقوقي بس تسقط محاصرة الأرض محاصرة البحر مناصرة الحق وصلها صوت الله سيم ات ماي بيس سلمي أبر بحري I have to fight to get them tonight I will talk, raise my voice up high Stay with me to understand how I feel about this Injustice, harassment, terrorism, accusations Violation of a human rights Tell me since when saving other people's lives is a crime I just wanna believe, don't deceive me Telling me to live, maybe jump over a cliff Makes no sense, cause we ain't got a life to live Gift to be given, this is how I feel about this world Now I'm living in هذا الاشي اللي انا متأكد ان انا بعمله كتير صح وبتطور فيه وطول ما هي الموسيقى هاي انا متاكد ان هي بتوصل رساله كويسه للشعب وتوصل رساله كويسه للانسانيه وللسلام وللحب فاكيد لازم تضلها موجوده فيها طول ما انا ببحث عن الخير انا اطمح ان الموسيقى هاي والناس اللي بتعمل راب اولا الناس اللي بتعمل راب ان يكون في عندهم وعي كفايه لدراسه الراب كثقافه ودراسه الراب كوسيله ان انت تروح لهدفك ويكون الهدف الاسمى يكون هو الخير وانك توصل رساله كويسه
ثانيا انه يكون في اطلاع على موسيقى الراب، على الناس اللي بتعمل راب هان، انه ممكن يضيفوا لهم معلومات زياده، يعملوا لهم ورشات عمل، يعملوا لهم توعيه زياده، ويكون كمان في فرص للظهور زي حفلات زي فيديو كليبات. ومش واحد مش طالب كثير غير انه يكون في ناس يحس انه في ناس بتدعمه علشان يكمل طريقه. صف رص الطابور، استرح استعد وضرب تحية للصقور في القصور، رفعت الراية مهما تعلى ما بتعان، عظم الرقبة الواسقة من قصور، بالمقابل مقاتل، قيادة الأسود أكدت على تغيير معالم الطرق، ما حدا عالم عادم الأذن، فقاتل اللي سرقت مخازن الأصارة، قدام الخطط على خريطة الماسونيين الأحرار، دخولي على خط النار، دخول بلادي على قائمة البيع بالأسواق الحرة بالمطار، عائدا مغادرا بتمتع بحقي، والتهافت على تمثيل مساند بجنبي، مدون التاريخ محفوظة في معلقات، كالكوفية على كتاف كاتب كلمة صفقات، منشورة للبيع بكل نقاط اليابسة على الأرض، تنقل صورة العرب بجعبة الموسيقية.